رحلتنا هذه المرة أوصلتنا إلى ولاية جلما. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة نكهة في سفر. نكهة في سفر رايح تسافر بكم اليوم إلى الشرق الجزائري، مدينة معروفة وغنية بأثار ومعالم يعود تاريخها إلى العهد الروماني أو العصر الروماني. ولاية معروفة بمناظر طبيعية خلابة، معروفة بالزراعة. مرحبا بكم في جلما، حبيتوا تتعرفوا عليها تابعوا معنا. كاين زراعة، كاين صناعة، كاين بزاف سياحة راهي مدينة سياحية بامتياز. كاين الحمامات المعدنية، كاين الطبيعة، كاين المغارات، كاين الكهوف، وسي معروفة قلما بولاية الراحل زعيم هواري بومدين اللي زاد هنا. كذلك في السياسة عبد الحميد مهري، كاين في الثورة الشهيد حرشة حسان، شهيد باجي مختار اللي استشهد هنا في ولاية قلما بالضبط في مجاز الصفا، شهيد سويداني بوجمعة، وكاين معارك شهيرة، معركة مرمورة، معركة أم نسور، بزاف معارك هنا في إبان الثورة، مجازر 8 ماي، قلما، سطيف، خراطة. كاين مدينة سياحية بامتياز، زراعية، الهواء تاعها نقي، الكالم، كاين كل شيء. مرحبا بكم توجور عندنا. تملك الولاية
يجد العديد من المرضى العلاج الطبيعي التقليدي في هذه الحمامات المعدنية المنتشرة في أرجاء الجزائر. وهذا الحمام يتميز بالهدوء والجمال والمنظر الطبيعي الخلاب، وهو مشهور عالميا لأنه منطقة سياحية فريدة جدا، ويقع في مكان رائع يمكن للناس التجول في أرجائه، لأن مياهه تجري على مجرى صغير متصل بالجبل الكلسي، ومياهه الطبيعية تنبعث من باطن الأرض بدرجة حرارة تبلغ 96 درجة مئوية وتتجاوز 6500 لتر في الدقيقة الواحدة، ولهذا فهي ساخنة جدا. وهناك من يقول أن تسميته بحمام مسخوطين راجع إلى أن السكان القدامى كانوا يتداوون بالمسك والطين، ولما أتى الاستعمار الفرنسي ومع صعوبة اللغة العربية عليه أصبحوا يقولون له مسخوطين، وهكذا مع الزمان أصبح حمام مسخوطين. من قلمة الحمام دباغ رحلة دامت 20 كيلومتر، وصلنا الآن إلى حمام المعروف بحمام المسخوطين أو حمام المسكوتين، الذي تتجاوز درجة حرارته 96 درجة، وهو ثاني أسخن منبع في العالم، وعبده هو اللي من قلمة، هو اللي راح يعرفنا أكثر على حمام الدباغ. مرحبا بكم عندنا في ولاية قلمة، راكم هنا في حمام مسخوطين اكزاكتومون اون فاس الشلال اللي معروفه بلا كاسكاد، يبعد 20 كيلومتر على الولايه تاع قلمة، فيه الحمامات المعدنيه، لي سونتر تاع المساج، بزاف حوايج، لي كومبلكس توريستيك، لي سونتر دروبو تاع المجاهدين، دار العجازه، كاين بزاف حوايج لهنا، وبالاخص حنا في واحد من حمامات المعدنيه الطبيعيه لولايه قلمة، اللي فيها ولاية قلمة حوالي 9 أو 10 حمامات، كاين حمام نبائل، حمام ولاد علي، حمام دباغ، حمام عساسلة، حمام هرقة، بزاف كاين اللي نسيتهم يعني، عندي مدة ما زرتهمش، مي الله يبارك، منطقة بركانية ينبع فيها الحمامات الحارة من كل بلاصة، دايرين هكذا بالولاية دايرين حمامات معدنية للسياحة المعدنية للطب، كاين حمام عساس لا ينصح به أطباء الجلد، كاين للروماتيزم، كاين بزاف أمراض اللي تعالجها هذه المياه. بعد زيارة حمام دباغ توجهنا إلى وسط المدينة، عرشي غالي وهو راي مسقط راسي، أين وجدنا تمثالا للرئيس هواري بومدين ببرنوسه في مفترق الطرق في حي 9 مارس. بما أننا بوسط مدينة قلمة لا يمكن أن نفوت الفرصة في مدينة قلمة العريقة، قلمة الأبطال، أن نمر مرور الكرام على مقام البطل رئيس الراحل هواري بومدين. ولا يمكن للسواح المرور من هنا دون أن يأخذ صورة مع رمز الرئيس المجاهد. ستين ولاية إستوريك، خرجت بزاف، خرجت أن بريزيدون كي تو الموند لو كوني، هواري سيد الزعيم الرئيس الراحل هواري بومدين، دوتر ستين فيل إستوريك، يعني ضربة في جذور التاريخ، وقدمت الكثير للجزائر، وقدمت الكثير للعالم اون جينيرال. داير لو بريزيدون الله يرحمه لا فام دو كينيدي كان تسميه لو سيربون دافريك، سنيك اوف افريكا، هذه سي هيستوريك. ويا دوتر فيغور امبليماتيك دو لا فيل تلك لا فامي سيريدي اللي عندها اون ايكون دو لا فيل، سي اون بيبليوتيك موديل. مصطفى سريدي معروف بالاسلام وبالدين وبالكتب وبوكو تشوز. وليد قال ما معروفه كيقول احنا بالسياحه تاعها
بالسياحه تاعها بالنظافه تاعها. ولايه معروفه بالرئيس بومدين الله يرحمه ناس كراما. غير بعيد عن الرئيس الراحل هواري بومدين يوجد شارع جميل نظيف هو شارع سويدان بوجمعة، وفي مدخل هذا الشارع نجد ثمثالا معبرا عن ملامح الشهيد البطل السويداني بوجمعة، لعل أهل قلمة يريدون القول أنهم قدموا نشاطا جهاديا بطوليا ضد الاستعمار الفرنسي. نحن الآن أمام مقام لبطل من أبطال الجزائر الذي ترعرع على حب الوطن وكان شاب مناضلا ورمى بنفسه في ميادين النضال السياسي، وهو الشهيد الراحل السويداني بوجمعة الذي ولد بولاية قلمة، هنا بولاية قلمة. جسد أيضا في متحف بايع راس عمارة الذي صناه بقلمة، والذي يوثق بصور مجازر 8 مايو 1945 وهجومات 20 أود 1955. ومن أبرز معاركها معركة مرمورة في سنة 1958. بوسط المدينة زرنا المسرح الروماني والذي يحافظ على شكله وبنيته التي تم إنجازه عليها منذ آلاف السنين. بعد مقاومته لكل الظروف المناخية المتقلبة على مدى العصور والأزمنة، المسرح الروماني الذي يعتبر أحد أهم المعالم الأثرية بولاية قلمة. أجمع
المؤرخون على أن راهمة معمد المدينة بنته في الفترة بين القرنين 12 و13 بتكلفة بلغت نحو 30,000 قطعة ذهبية في ذلك الوقت. وهو واحدة من التحف التاريخية النادرة عبر مختلف بقاع العالم من حيث شكله الهندسي والمعماري وخصوصية موقعه في الوسط العمراني، به مدرجات صخرية مخصصة لعامة الشعب، وفي جوانبه عدد من المقصورات المخصصة للأعيان وكبار موظفي الدولة في عهد الرومان. تقابلها منصة خشبية كبيرة، يعتقد المؤرخون أنها كانت مخصصة لإقامة مصارعة الحيوانات المفترسة وخاصة منها الأسود في الحقبة الرومانية. وبالطبع لم نفوت فرصة زيارة منزل العائلي الذي شهد مسقط رأس الرئيس الراحل هواري بومدين بمنطقة بن عدي ببلدية أمجاز عمار دائرة عين حسينية بقلمة. إذن بهذا أو أمام هذا المنزل المتواضع للرئيس المناضل الراحل هواري بومدين، هذه دشرة العرعرة. المزيد يعطيه لنا عبدو. هذا المنزل المتواضع اللي ولد فيه الرئيس الراحل محمد بوخروبة مدى هواري بومدين في مشتى العرعرة دوار بني عدي دائرة عين حسينية ولاية قلمة في 1932. راكو تشوفوا رئيس راحل هواري بومدين ولد في هذا المنزل المتواضع وعاش فيه صغر، وبعد الحياة للرئيس الهواري تعرفوها كامل. كيف لا، والرئيس يمثل رمزا للمنطقة وأهلها الذين أصروا علينا الانتقال إلى هناك بالرغم من صعوبة المسالك والدرب المودية إليه. قبل مغادرة المنطقة لم نفوت فرصة الاستمتاع بأغاني العساوية التي تشتهر بها المنطقة لنودع أهلها الطيبون، ونحن كلنا أمل للعودة إليها مجددا.